أيامكم مبارك أخواتي وإخوتي. اليوم بالحلقة الخامسة من البث المباشر من فيينا راح نتابع موضوع الحياة بالسويد، موضوع الكورونا، كيف السويد عم تتعامل مع الموضوع بشكل مختلف عن دول أخرى، وعن مواضيع نظريات المؤامرة، وأهم شيء الفيديو الذي يتوزع في كل مكان من واحد اسمه ديفيد آيك من إنجلترا، سنتحدث عنه. بعدين عن ضرورة صلة الرحم في هذا الوقت، وما إذا يمكن أن نتعلم في البيوت من دروس الكورونا، وبالأخير كيف نستقبل رمضان، وكيف يمكن أن نتعامل مع موضوع تعليق الجمع والجماعات خلال هذا الشهر الكريم وخلال هذه الأيام المباركة. لذلك أمر يختلف. هناك الناس، الحكومة السويدية قالت نفس كلام الحكومة النمساوية ونفس كلام الألمانية، ولكنها قالت بشكل اختياري، نطلب من الناس أن يأخذوا حذرهم، أن يأخذوا هذه التدبيرات. الناس لا يأخذوا، انظروا إلى شوارع ستوكهولم وكأنه ليس هناك شيئا. فإذا سنرى، ولكن مع ذلك عدم المسؤولية أن تنادي بهذا وأن تقول للناس أخرج، وليس هناك أي حرج عليك، أن الحرج كل الحرج أن تكون سبب في إصابة غيرك وربما في موته. نظرية المؤامرة الأخرى الكبيرة التي أخذت أكثر من الملايين على اليوتيوب للأسف، وهي مقابلة سخيفة جدا لواحد اسمه ديفيد آيك. سيقول أحد الإخوة لماذا تسميه سخيفا؟ لأنه اقرأه يا أخي، يا أخي إنسان يقول أنه يعلم الغيب. في ديننا وفي كل ديانات العالم ما في حدا يعلم الغيب، وهو قالها قبل ذلك، قبل الكورونا، وهو يقول عنده علاقات مع أشباح ومع مخلوقات أخرى ساكنة في داخل الأرض وغير ذلك. فقبل أن توزعوا لأي إنسان وتقول عنه أنه مفكر أو أنه مربي أو أنه كاتب، يجب أن تعرفوا قصته، ولا أن يأتي مليون ونصف عربي شاهدوه ويأتيني إلى اليوم ويقول انظر كيف، ماذا يقول هذا الكاتب الإنجليزي. يا أخي، وين هذا كاتب إنجليزي؟ إذا كان كلامه كله تخبيص من فوق لتحت جملة وتفصيلا، فكيف يمكن أن نأخذه وأن نوزعه؟ فننبه على هذه الفكرة. الفكرة الأخرى أن هناك مقصودا من اخترع الكورونا يريد أن يقتل كبار السن ويتخلص من أعداد هائلة من المجتمعات. طيب، إذا كان كذلك، لماذا لم يترك الموضوع يمشي؟ لماذا في النمسا صار عندنا الآن نصف مليون عاطل عن العمل؟ لماذا صار عندنا مليارات الديون ستأخذها النمسا معها للأعوام القادمة وربما للعشرين سنة القادمة؟ كانوا تركت الأمور، وإذا توفي كبار السن فليتوفوا، والضعفاء وغير ذلك. هذا أمر كمان غير مقبول نهائيا، لأننا نرى أن النتائج خطأ. طريقة مناعة القطيع جربها بوريس جونسون في إنجلترا ورأينا النتيجة، هو المسكين اليوم في الإسعاف، نتمنى له العافية طبعا، ولكن نقول أنه أخطأ وأخذ وقتا كثيرا وضيع من الوقت الكثير. فهذه الأمور وأمور أخرى، يعني باختصار شديد، كل شيء دون مصدر معتبر لا يجوز توزيعه، حتى من ناحية شرعية يعتبر هذا ترويج للكذب وترويج للإشاعات، وهذا حرام شرعا. لماذا؟ لأنه مثل الكورونا، الكورونا عندها تضاعف أسي، يعني الخمسة يعطوا المرض مثلا لخمسة، وكل واحد من الخمسة يعطي لخمسة، صاروا 25 25، كل واحد من 25 يعطي لي 25، وهكذا بالدرجة الثالثة من نقل هذه الإشاعة ندخل إلى الملايين، وهذا ما يحصل معنا. ولذلك الأمة للأسف الشديد تعيش على الإشاعات، فيجب أن ننتبه على هذا انتباها شديدا. طيب، الآن كلنا في البيت، أنا الآن في الطبيعة، ولكن سأعود بعد ذلك إلى البيت، ولا أجتمع مع حدا، ولا أجتمع مع, 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 مع إخوتي وأحبابي، وأنا معكم هنا على هذا الاتصال المباشر والبث المباشر إن شاء الله. ماذا نفعل؟ إضافة على النصائح التي ذكرناها عن المدارس والطلاب، عنا أنفسنا. طيب، نسأل أنفسنا قبل كل شيء، أنا وقتي هذا هل أستخدمه لي لنفسي؟ هل أقرأ شيئا ولو صفحة أو صفحتين مفيدة يوميا
أم أضيع وقتي ليل نهار على الفيسبوك وغير ذلك دون أن أقرأ شيئا معينا؟ طبعا وسائل التواصل الاجتماعي تعطي شعور الإنسان أنه يقرأ، هو لا يقرأ. هذا قراءة، يروح الواحد ينط من صفحة فيسبوك لأخرى، هذه ليست قراءة. يعني اقرأ في اليوم أخي وأختي صفحة صفحتين ثلاثة من كتاب معين، أي موضوع كان، أي موضوع تريد، بأي لغة تريد، ولكن لا يمكن أن يمر يوم واحد دون أن تقرأ شيئا جديدا. هذه نصيحة رجاء أحطوها ببالكم، الله يخليكم إخوتي وأخواتي. الموضوع الآخر هو صلة الرحم. يعني هلأ صلة الرحم أمر، يعني بالحديث الشريف لك يمد العمر من يصل رحمه، يطول في عمره ويزداد في رزقه، أو كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا حتى غير المتدينين نقول يعطيك البركة إذا وصلت رحمك. هذا الرحم شيء عجيب، من يصله فعلا يصله الله فعلا. طيب أنا ما بحصل أصل رحمي الآن بالجسد وبالكلام وبالتقبيل وبالسلام وبحمل الهدايا، فإذا نستعمل هذه الأدوات، نتذكر خالة، نتذكر عمة، تذكر ابن عام، تذكر صديق، حتى صداقة هي شيء من صلة الرحم أيضا. صحيح ليس الرحم رب أخ لي لم تلده أمي، ربما صديق لم تره منذ سنوات فحاول أن تتذكره. يعني إخوتي أيامها الحجر هذا نأخذ ولو 5 دقائق في اليوم تفكر بمن قصرت أنا، من لمن يمكن أن يكون مشتاق لي ولو أنت لم تكن له مشتاق في هذه اللحظة، من يمكن أن أسره في كلمة مني ومن لا أعرف أخباره ومن فترة طويلة فاتصل. لا 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 تتصور الفرحة التي تأتي على ذلك الإنسان، ولا تقولها لكي يزيد عمري، ولا تقولها فقط لكي يزيد رزقي. الرزق هو البركة والعمر هو البركة. يعني ما يحاسب الواحد نفسه والله عز وجل وكأنه يعني بلا مؤاخذة محاسب في شركة، أنا عمري قديش رح يصير؟ رح يزيد 10 سنين؟ أو مالي رح يزيد آلاف؟ رح يزيد 100 ألف؟ رح يزيد 1,000,000؟ لا، البركة طبعا أقل ما يمكن، لازم الصحة والحياة، وأقل ما يمكن من المال أن تكون تأكل وتشرب وعندك مجال لأهلك وأحبابك، ولكن بعد ذلك البركة. البركة يعطيك الله عز وجل عن طريق صلة الرحم وغير ذلك. فهذه أمور يجب ألا ننساها خلال هذه الأيام. النقطة التي أريد أيضا أن أتباحث معكم بها وهو موضوع رمضان. يعني رمضان آتينا فماذا نفعل إذا كنا تعودنا كل يوم بعد الإفطار نذهب إلى التراويح وإلى الصلاة؟ فماذا نفعل؟ نفعل كالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، التراويح كان يقضيها أحيانا كثيرة مع أهل بيته، ونحاول أن يكون عندنا صلاة جماعة في البيوت بين الأهل، وبعدها تباحث وربما تشاور في بعض الأمور، ولنأخذ هذا رمضان لفترة راحة نفسية بعيدة عن مشاكل الحياة اليومية. وسترون إخوتي أنه ربما سيكون رمضان هذا الذي نحن الآن حزينون لأنه سيكون ربما بعيد عن الروحانيات التي تعودنا عليها، سيعطينا الله عز وجل روحانيات جديدة نكتشفها خلال هذا الشهر وخلال هذا الحجر الصحي الإجباري الكوروني. فإذا لا نحزن، ونحاول أن تكون المسألة الروحانية هي على أعلى المراتب في هذا الشهر الكريم. بارك الله بكم، وربما نعود في حلقات أخرى لبعض التفصيلات. ونذكر الجميع بأن المسلمين كانوا بموضوع الكورونا سباقين في تعليق الجمعة والجماعات، سواء في البلاد العربية والإسلامية سواء في أوروبا. يعني نحن بصراحة سبقنا المسيحيين وسبقنا اليهود بالسرعة في القرار، فهذا شيء يحسب للمسلمين ويحسب للمسؤولين
عندهم. ونرى الكثير من الناس من يحاول أن يعطي الفكرة غير ذلك، ليس صحيحا فعلا. يعني حتى المملكة العربية السعودية في إغلاق الحرم حتى وفقط الصلاة الخفيفة جدا فيه، فأيضا كان هذا تصرف حكيم وسريع، أسرع بكثير من غيرهم. فيأتي من يقول في بعض الدول العربية والإسلامية ولكن هناك كنائس تستقبل الناس. طيب يعني ذلك أنهم إذا كان هناك دين آخر أيا كان يستقبل الناس، سواء كان مسلم، سواء كان مذهبيا سنيا أو شيعيا، سواء كان مسيحيا أو يهوديا، أو حتى من الديانات سواء كان بوذيا أو هندوسيا أو شو ما كان، إذا كان هو يفعل ذلك فهل نفعل نفس الشيء؟ لا، يحسب لنا أننا لم نفعل ذلك. وهناك كثير من هذه الكنائس التي أدت إلى مصائب هنا في أوروبا لأنها تجاهلت هذه التعليمات. ومنهم من يقول نفس الكلام، يعني الموضوع ليس فقط موضوع إسلامي، هناك كثير من القساوسة من يقول أنه هذه عقوبة الله عز وجل ضد المثليين، آخرين يقولون إذا حملت الصليب ليس هناك عندك أي مشكلة. طبعا وهناك مسلمون يقولون لا تخاف وافعل واذكر كذا وقل كذا. فعالجلنا هذا الموضوع ولا يأخذ أي واحد أي كلمة هنا ضد أي فئة دينية كانت أو فكرية. نحن نحترم الجميع، ولكن كل عندهم بعض الأمور التي تتجه إلى الإشاعات وإلى الأخطاء. طبعا موضوع الصلوات وصلوات الجمعة والجماعات، كيف تصلى؟ هل من الممكن أن تكون صلاة جمعة أونلاين؟ كثير من الإخوة سألوني وأنا في صدد دراسة هذا الموضوع، أقولها بكل صراحة، ولكن ليس لا أريد بأي حال من الأحوال أن نتفرد في مثل هذا الموضوع في مجال التشاور وفي مجال البحث. وإن كان هناك أي نتيجة فستسمعوها إن شاء الله بشكل سريع جدا. بارك الله بكم. ومهم أن نلفت النظر أن كثير من الأمور ومن الفتاوى كانت وقتها عندما يأتي أمر جديد العالم تستغرب. يعني مثلا الحنفية التي نسميها صنبور المياه عندنا أهل الشام وربما مصر أيضا يقول الحنفية، هذه لماذا اسمها الحنفية؟ اسمها الحنفية لأنه وقتها أخرج مفتي ومشايخ المذهب الحنفي فتوى أنها جائزة، وأخرج مشايخ المذهب الشافعي فتوى أنها غير جائزة وأنها حرام. لماذا؟ لأن المساكين كانوا من زمان الشوافعة، يعني ليس عندهم من المال الكثير، وكانوا سقايين، يعني يأتوا للناس بالماء لسقياهم. فإذا كانوا هالمساكين يأخذوا الماء وهذه رزقتهم. فعندما أتت هذه الحنفية فوقتها ضرب السوق وصاروا المساكين عطال عن العمل، مثل اليوم الجوبليس أيام الكورونا ما عاد عندهم شغل. فإذا مشايخ الشافعية قالوا هذه حرام، مشايخ الأحناف كانوا ظاهر برجوازيين وعندهم من الأمر ما يمكن أن يتحملوا ذلك، فقالوا لا بالعكس ما في أحلى منا وشيء جميل وجديد. الآن نضحك نحن نقول كيف يمكن أن يأتي شيخ ويخطر بباله أن يقول أن الحنفية حرام أو صنبور المياه حرام، غير قابل للتصور بمكان. كنت سني، كنت شيعي، كنت صوفي، كنت سلفي، تضحك تقول غير قابل للنقاش. لا، وقتها كان قابلا للنقاش، وكان أمر فيه حياة وموت لناس، في رزق بشر. هكذا لازم أن نتذكر ونأخذ هذا الموضوع. فهذا كمثال بسيط أن لكل فتوى هي عوارض، وهو المكان والزمان والحالة والإنسان. فهل يمكن في صلواتنا وجماعاتنا وجمعنا أن نأخذ هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الكمبيوتر الجديدة ووسائل البرامج والروابط وهذه الأمور لحل بعض هذه المشاكل للتواصل، ليس تعويضا عن التواصل الجسدي؟ هذا هو المهم طبعا في الجمعة والجماعة، ليس تعويضا ولكن فقط سد ثغرة في حالة استثنائية لوضع معين. يعني لا ننادي هنا بفتوى جديدة تغير كل شيء وتقول يصلوا أونلاين وما عاد عندنا جمعة وجماعات. لا لا لا،
أولا لا نفتي، ولا أقول أني عندي رأي منتهي في الموضوع، ولكن أنادي بفتح باب النقاش بين العلماء وبين الأئمة سواء في أوروبا سواء في أماكن أخرى عن إمكانية هذا الموضوع، وهو صلاة الجمعة أو حتى الجماعة أو من الممكن التراويح لا أدري عبر الأونلاين. هذه فكرة أطرحها وأعرف أن كثير سيرفضوها فورا، ولكن نضعها فقط للنقاش بداية إن شاء الله. وهنا أودعكم أخواتي وإخوتي من هذه الطبيعة الخلابة في فيينا، إلى لقاء آخر في بث مباشر قريبا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في حفظ الله ورعايته.